صباح الخير أصدقائي وأهلا وسهلا فيكم بقناتي سفري كانوس كيتشن معكم أمار واليوم رح أخذكم بجولة غير شكل غبت عنكم الأسبوع الماضي لأنه اجتني دعوة لواشنطن ولوين لعند الرئيس بايدن بتحمل الضربة طريقي وجيت ضبيت شنطايتي وبدي روح قالت لي امي لوين 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 استني هلا بيحكوا علينا الاجانب قلت لها اوكي يعني شو بدك قالت لي تعي رح اخذ لك شويه هديه شويه قهوه مع الهيل واخذ لك صحن حلو وشويه نوغا وشويه زعتر حلبي لفت لي هالبقجة المهم جهزت لي اياها قالت لي معك عيب تفوتي بايديكي فاضيه قلت لها اي والله والله انت قلتيها المهم اخذت هالبقجه معي واخذت معي اغراضي وطلعت ضرب طريقي وطلعت على واشنطن طلعنا بهالطياره اخذت معي تقريبا الطيران تقريبا 3 ساعات و40 دقيقه يعني اقل 10 دقائق اكثر 10 دقائق حطينا بهالمطار مثل لحالي بصور شويه نستغل الفرصه يعني واذا رايحين لعند عمو بايدن وشو يعني كمان انتم مهمين عندي انا رح صورلكن لكم شو ممكن تاخذوا سوفينير هدايا من مطار واشنطن احيطكم علما بانه وقت اللي بتروحوا على واشنطن بصير معكم شويه فصام شخصيه ليش رحت لواشنطن اسم المطار شو اسم المطار <applause> اسمه رونالد ريغان المهم آه صار عنا تاخير شوي بالطياره يعني المفروض اطلع بوقت آه معين تأخرنا شوي مع الطيران وكذا وصلت مأخرة بالليل لساعتني هلا عم صور لكم المطار يعني هلا صرت مرجيتكم كذا مطار بالفيديوهات انتو فيكم تميزوا كل بلد مطارها كيف بيفرق عن التاني بس للصراحة مطارها هي سهل يعني طلعت دغري مشيت نحمو مكتوب على الساين اخدت الشناتي تبعاتي وطلعت دغري لبرا ما بيتوه حدا حتى اسهل من المطار تبع دنفر وهي برا ونحنا انا عم بستنى التاكسي المهم شو كنا عم نحكي خليني اتذكر والله نسيت هلا مع سياق الحديث بتذكر المهم أخذنا هلا قاعدة هيك عم صور شوي ، الطنيه كتير صارت عتمة ، وهلا عم صور صراحة عجبني شكل المطار كتير هيك مرتب وحلو ، المعاملة لطيفة ، الناس كتير زراف وحبابين ، وهلا حروح على الاوتيل بس ما حصور الاوتيل لأني أنا رجعت كتير تعبانة وكتير جوعانة ، رح ننتقل من لقطة المساء للقطة الصبح وورجيكم شو ساوينا تاني يوم الصبح ساعتنا ماشيين وماشيين وشو شوفير هالتاكسي العين تطرقه المهم عالبيجي بدي اطلع بقى معوده انا مدلله بينزل الشوفير بياخد الشنطه بحطها بالصندوق ما لقيته غير فتح لي الصندوق طلعت هيك وانا واقفه وعم بطلع يمين وشمال ايه وبعدين ما تلحلح قلت اوكي مو مشكله حطيتها نزلت طلعت بيني وبينكم تضايقت ما عجبتني المعاملة يعني أقل منها مرة لطيفة مرتبة حلوة ما يتنحط الشنطة بال... <applause> بصندوق السيارة المهم جيت أكلت لقيت مطعم حلو ظريف نمنا فقنا شو بدنا ناكل بدنا نشرب قهوة لقينا في ستاربكس بقلب الأوتيل انزلت قلت يا عيني والله شي حلو فنجين هالقهوة والله منظرهم بيشرح القلب قلت يا لكم ياهون المحل خليكم تاخدوا فكرة آه كيف شكل ستاربكس آه شو بيقدموا شو بيبيعوا يعني تاخدوا فكرة عن هالبلد بكل ما فيها وأنا شو ساويت هاي اول ما بتفوتوا بحط لكم على الكورنر احيانا انواع القهوه في ناس تحب تشتري القهوه من عندهم تحب تشتري كمان مثل ما قلت لكم سوفينير مكتوب عليها اسم البلد اهم المعالم التاريخيه الموجوده هي موجوده كتير صراحه شغله حلوه بس انا ما بتجيني سوفينير، انا بس طول ما لي قاعده بروح بضل بشتري 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 وبتعذب شلون بدي احطهم بالشناتي مش وزعهم على الاولاد، بس مو مشكله بيستاهلوا. وهي كمان اللي بحب يشتري كاسات لعشاء القهوه في موديلات اشكال والوان عجبتني هالصوره عم بورجيكم شجر القهوه وزراعته والتقطيف تبعه وشو بعرفني واهل مجرة تفرجوا انتو <applause> انا علي صوروا علق يعني برجوكم المراحل هيك لحتى تجينا حبة البن نشربها ونستمتع فيها وشو ببيعوا مثلا ببيعوا مي ببيعوا سندويش جاهز عصير ليلي بحب مشان الاولاد مثلا أه بيحطولكم كمان اعلان عن أه كل شهر بنزلوا مثلا قهوة سبيشال هلا بما انه فصل الخريف أه هدول أه المنتجات اللي ببيعوها أه بيبيعوا كرواسون بيبيعوا ساندويتشز احيانا أه في تحت مثلكم مثل ما كون شايفين كمان مي وهالقصص وهي القهوه اللي هلا تبع الموسم عم يعملوا لها دعايه بالبامكن المهم هون الادفنتشر بلشت المغامره حبينا نروح نزور معالم البلد قبل ما نقابل عمو بايدن رحت بالمترو آه لنوه انه نحنا بكولورادو ما عنا مترو هي اول مره بحياتي انا بكل هالسفرات اللي سافرتها بركب مترو للصراحة شغلة غريبة عجيبة كنت من فترة عم حاول اني اكتب لكم قصة عن فصل الخريف بنحكي عنها المرة الجاية بس لنوه عنها شوي هالقصة كانت عم تحكي عن العالم تبعنا والعالم السفلي يعني اللي نحن بنعرفه بالقصص الثانية عالم العالم السفلي خلاص <applause> كفاية المهم تاري العالم السفلي اللي نحن بفكرنا يلي فيه اللهم عافينا طلع لا في شغلات تانية نحن ما بنعرفها طلع في حياة تانية وما له فيه أشباح ولا فيه هالقصص أنا لأول مرة ماشية ومدهوشة وعم بتطلع يمين وشمال لعم شو هاد بلد ثانية تحت البلد هلا بورجيكم حتى وانا هلا هون هذا السقف عاملينه هذا كلياته آه مثل ما شايفين من الاسمنت كله معمول بس يعني الطريق طويل آه يعني مدينة تانية تحت مدينة واشنطن او تذكرت شو كنت عم بحكي كنت عم بحكي انه الواحد بصير معه في صام شخصية وقت بيجي انه انا اساس جاية لواشنطن بروح على الاوتيل لي الاوتيل هون فيرجينيا لهم شو فيرجينيا قال ما هي واشنطن وفيرجينيا سوا مع بعض فالاوتيل اللي كنا فيه كان بفرجينيا وهلا هي المناظر اللي انا بدي ورجيكم اياها بواشنطن اللي بيقولوا دي سي هلا شوفوا معي هذا الدرج الدرج هلا ونحن طالعين لفوق من دون مبالغه انا قصدا صورته بهذا الشكل تذكرت وقت كنا صغار وكنا نتفرج على توم وجيري وقت اللي بيموت وبتطلع روحه هيك للسما بده يجي ليوم الاخره ال وتتوزع الصحف وكذا حسيت نفس الاحساس للصراحه يعني هو شغلة ظريفة المترو وكذا بس ما بعرف أنا مالي متعودة عليه وحسيتها ما بعرف يعني سريع وظريف وحتى البلد بتلاقيها مالها معجو أو كذا بس بجوز هي شغلة عادة أنا ما بعرف ما ارتحت كتير بس يعني حبيت أني خوض هالمغامرة وهالتجربة وشوف شغلات جديدة أنا مالي شايفتها من أول المهم هلأ خلصنا من العالم السفلي طلعنا للعالم العلوي <applause> لا، حنروح على واشنطن ونشوف اجمل المعالم التاريخيه بواشنطن لنوه بما انه زرنا كذا بلد لحد هلا ما بين ميامي وما بين فيغاس وما بين هون واشنطن على اعتبار انها العاصمه فحتلاقي فيها معالم تاريخيه اكثر الناس اللي فيها بتختلف عن الناس اللي زرتها مثلا بفيغاس مثلا وبميامي يعني فيني اقول مثلا ناس بتحسهم سيريس اكتر جديين اكتر لانه البلد كلها فيها سياسه آه، فيها فيها شغل كثير يعني اللي جايه يقصدها اللي جايه يسافر إجمالاً لواشنطن بيكون بهدف الشغل يلي حابين يعملوا السياحة السياحة اللي فيها طبعا فيها أماكن سياحية وكذا بس سياحة تاريخية كمان بدي نوه بما أنه أمريكا حديثة تاريخية يعني هذا اللي عم ورجيكم يا هذا اللي بقصد فيه التاريخي مو مثل بلادنا منروح مثلا منزور معالم أثرية بالألف وألفين سنة ما في طبعا هيك شي بأمريكا هلا هون نحن وقت اللي رحنا هلا عم نزور هون الكونغرس وفي على الطرف الثاني كمان في مكتبه كثير كبيره للصراحه بناء جدا جميل كبير وفخم وحلو والناس كلياتها جايه أه ما بعرف اذا كان هو الفصل الخريف هالفصل مقدر وحلو والناس بتلبس فيه وبتلاقيها إلى قدر قيمة أو السكان تبعها مختلفه عن غير بلدان بس انا هذا اللي لفت لي نظري بهالبلد يعني ناس هيك بتحسهم كتير مقدرين ولابسين ومحترمين غير عن الولايات اللي انا زرتها اشوفوا معي هالفخامه وهالصوره وهاللقطه الحلوه وهلا طبعا انا أه طبعا انا هي اول مره بزور واشنطن ويلي هلا انتم عم تشوفوا انا كمان اول مره عم شوفه الحمد لله انه سنحت لي الفرصه واجيت و يعني عم شوف شي جديد وطبعا عم ورجيكم معي آه, كل الزيارات الحلوه يلي انا عم قوم فيها آه, حنمشي هلا بعد ما نزور هالموقع الجميل آه, بدي نوه كمان لشغله انه كان بالاول زيارة المواقع التاريخية وخاصة البيت الأبيض لأنه إن شاء الله حنزور البيت الأبيض ولكن بعد الحادث اللي صار الأحداث اللي صارت بالجانيوري السنة الماضية أو اللي قبلها والله ما لي متذكرة صار في حراسة مشددة يعني لبين ما فتنا للبيت الأبيض ضلينا أم ساعة وتفتيش كامل وإذا بقلكم الحرس والشرطة والوحدات الخاصة وكذا شيء منه طبيعي مع أنه بالأول قالوا لي أنه ما كان فيها القصص كلياتها لحتى يدخل الواحد للبيت الأبيض بس المهم دخلنا وإن شاء الله هلأ بورجيكم هلأ هون أنا عم فتلكم بالحديقة المرفقة للكونغرس حديقة جدا جميلة وهلا مع بعض رح كمان شغلات أنا مالي شايفتها بدنفر حتلاقوا مسيرات رايحة ومسيرات جاية شي مسيرة لابسين لون أصفر ما بعرف على شو عم يحتجوا شي مسيرة ماشيين باللون الأحمر فهذا الأمر طبيعي جدا بواشنطن وحبيت إني لكم يعني صحيح نحنا كنا بشهر أكتوبر لكن الطقس كان شوي بارد ولكن شوفوا معي ما شاء الله جمال البلد والحدائق كلها بعدها خضرة وحلوة كتير 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 يعني الطبيعة كتير كانت حلوة الطقس الحمد لله وقت اللي أنا كنت موجودة ما نزل مطار بس كان في شوي نسمة باردة بس مقبولة حلوة يعني فهلا انا وين ما عم بمشي عم حاول صور لكم صراحه عم حاول اخذ لقطه من اليمين ولقطه من الشمال لانه عن جد كتير المنظر رائع وخلاب وهي المنطقه اللي انا ماشيه فيها كلها آه سواح حتلاقوا فيها باصات سياحه هي المسيرات اللي انا عم لكم عليها ما بعرف للصراحة آه ما تسالوني لاني ما بعرف شو كانوا عم يعملوا بس انا حبيت ورجيكم لقيت هالمنظر ملفت بنخلص من هدول اللي اللي ماشيين وما بعرف شو هالعلم اللي ماسكينه على شو عم يحتجوا اذا آه ملاحظين كله لابس اصفر بندار بعد شوي بلاقي كمان مسيره آه ولابسين لون احمر هلا شوي بنشوفها مع بعض ولكن منظر يعني مسلي هاي هدول الجماعه الثانيين الله اعلم <applause> جوز عم يقولوا فليسقط حمار البيك <applause> ما علينا ما دخلني فيهم انا المهم كمان بنمشي شوي لقدام بنلاقي عاملين فيستيفال آه يلي فهمته آه بداية شهر أكتوبر واحد أكتوبر ببلشوا يعملوا فيستيفال للبيرة فالفيستيفال ما بعرف إذا كنت مصورة شوي صغيرة منه بس كله عم يعرضوا منتجات أه هون بيعملوا بالصيف مثلا فيستيفال للواين يلي هو اللمبيت هون اللي فهمته انه فيستيفال للبيره أه بس الواحد يعني بده يكون قاطع تيكت وكذا انا بس صورت لكم شوي من برا وبعدين كملنا ونحن ماشيين طول ما لنا ماشيين حنلاقي أه متاحف فنيه ومتاحف اشكال والوان ومناظر كتير صراحه خلابه وحلوه آه ما حبيت اني آه ضيع هالمشاهد الجميله والخلابه آه من الفيديو اللي انا عم صور لكم يعني. آه مثل ما خبرتكم هاي المنطقه ياتا سياحيه كلها باصات سياحيه منلاقيها آه كلها كمان عاملين فيها آه فود تراك يعني للناس اللي أه بدهم ياكلوا ما بنصح فيه انا بالنسبه لإلي ما حبيته ابدا ابدا يعني المضطر بياكل ولكن مو طيب الاكل الفود تراك أه في لاحظت في نسبه عرب ما شاء الله لانه كل ما ماشيين أه شفت ناس عرب أه من هلا هون فتنا للبيت الابيض هون عم يورجونا صور بالارض والشجره ورا هون انه هي الشجره بعهد جورج بوش ال اي ثينك الاب سوري أه أه غرسوها مع بعض رد كمان بتمشوا شوي لقدام هي هذا البيت الابيض أه الحلو ما قام بالواجب معنا عمو بايدن واستقبلنا بالفرقه الموسيقيه تبعه فرقه سوري الاوركسترا ما بدي خبص شو بعرفني المهم كان اللقاء ظريف ومرتب وما احلى ما فيني لكم شو حكينا اسرار هي يعني بس بوعدكم انه ان شاء الله العقيد بيرجع لباب الحاره وابو عصام بنرجع للجزء الجديد فما يكلكم فكره المهم اعطيته هالزعترات وهالبنات وعلمته شلون بنساوي القهوه تبعنا ونبحت عليه تكون القهوه وسط ما يشربها مره مشان ما تجعوا معته لانه حرام زلمه كبير وهي معلم تاني كمان من واشنطن ولهون رح انهي الجزء الاول من رحلة واشنطن وزيارة عمو بايدن بوعدكم ان شاء الله الاسبوع الجاي رح نشوف القسم الاخر من رحلة واشنطن ونكمل مع بعض المعالم ونشوف شغلات جديدة ومنعلق ونشوف شو بيطلع معنا يلا ان شاء الله بشوفكم بخير وان شاء الله تكونوا انبسطتوا واستمتعتوا معي بهالرحله الجميله جدا 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 وطبعا ما نسيتكم من السوفينير وبرجيكم ان شاء الله شو جبنا المره الجايه بشوفكن بخير والى اللقاء